الإبل، هل الإبل خلقت من الجن؟ في ورد حديث أنها من الشياطين، ليس المقصود أنها من الجن أو من الشياطين أنها من مادة العفاريت، لا، من الجن أو من الشياطين طبيعتها الشيطنة، طبيعتها ليست كالحيوانات الثانية، فيها شيطنة. يعني مثلا الإبل تحقد، إذا آذيتها ما تنسى، تؤذيك، ففيها. ولذلك نهينا أن نصلي في مرابض الإبل، وجائز لنا أن نصلي في مرابض الغنم. مرابض الإبل محل ما تجلس الإبل، ذاك المكان مكان اجتماعهم، يعني قد يكون فيه مضرة عليك، فنهينا. ففيها شيطنة وفيها نوع من الحقد، فلذلك تختلف. المقصود بالشياطين أنها تختلف، زي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلب الأسود، قالوا ما بال الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ قال ذاك شيطان. ليش؟ كيف شيطان؟ يعني شيطان خرج عن طبيعة الكلاب في الشيطنة، وابتعد عن طبيعة الكلاب، ومو شيطان عفريت. ولذلك الكلب الأسود يقتل، لأنه من طبيعة الشيطنة، خرج عن طبيعة الكلاب العادية، ما هو شيطان عفريت. فالشيطان يطلق على الشخص اللي ما هو طبيعي، زي الولد اللي يشوفوه شقي إيش يقولوا عليه؟ إيش يقولوا عليه؟ ها؟ سمعوني، ها؟ شيطان. هل يقصدون إنه شيطان إنه عفريت؟ إيش يقصدون بكلمة هذا شيطان؟ يعني إيش يقصدون؟ إنه خرج عن طبيعته الطفولة والأولاد والبراءة، هذا الولد شيطان، خرج عن طبيعته. فالإبل خرجت عن طبيعة الحيوانات الهادئة، الكلب الأسود كذلك، فلذلك حتى يقتل. حتى قال بعض أهل العلم إذا صاد لا يحل صيده الكلب الأسود، ويقطع الصلاة. أما الكلاب الثانية ما تقطع الصلاة، لكن في البداية، في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل جميع الكلاب، ثم نسخ هذا الأمر فصار ما يقتلون إلا الكلب الأسود. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.